تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية. لدينا السند، سنقوم بقراءته. وليد تلميذ في القسم الثالث الابتدائي، يمارس رياضة الجيدو منذ كان عمره 6 سنوات، وبمرور السنوات أصبح وليد بطلا قويا، يشارك في البطولات المحلية والوطنية ويحرز الميداليات الكثيرة. وهذا النجاح كان سببه حبه للجيدو والصبر على التدرب الشاق باستمرار دون ملل. يحلم وليد بأن يشارك في الألعاب الأولمبية مستقبلا ويشرف وطنه بإحرازه على ميدالية ذهبية. نعيد قراءة النص. وليد تلميذ في القسم الثالث الابتدائي، وليد يدرس السنة الثالثة، يمارس رياضة الجيدو منذ كان عمره 6 سنوات، منذ كان يدرس سنة أولى. بمرور السنوات أصبح وليد بطلا قويا، صار وليد بطلا، يشارك في البطولات المحلية والوطنية ويحرز الميداليات الكثيرة، معناه ينال ميداليات كثيرة. وهذا النجاح سببه ماذا؟ أنه كان يحب الجيدو ويصبر على التدرب الشاق باستمرار. يحلم وليد، حلم وليد هو أن يشارك في الألعاب الأولمبية مستقبلا ويشرف وطنه الجزائر وأن يحرز الميداليات الذهبية. هذا تقريبا شرح النص، شرح السند. السؤال الأول، اختر عنوانا للنص. النص يتحدث على وليد. وليد في النص يقولون لنا أصبح وليد بطلا. يمكن أن نختار عنوان وليد البطل. عنوان النص وليد البطل. كذلك في السند، يحلم وليد بأن يشارك في الألعاب. يمكن أن نختار عنوان للنص هو حلم وليد. كذلك حلم وليد. يمكن أن تختاروا عناوين أخرى. سؤال ثاني، بماذا يحلم وليد مستقبلا؟ في النص هي يحلم وليد بأن يشارك في الألعاب الأولمبية مستقبلا. اكتب يحلم وليد بأن يشارك في الألعاب الأولمبية مستقبلا. يمكن أن نواصل، ويشرف وطنه بإحرازه على الميدالية الذهبية. يمكن أن تواصل هنا. شرح الكلمات، اشرح كلمتين تاليتين. يحرز، هي يحرز، نعود قراءة من هنا. وبمرور السنوات أصبح وليد بطلا قويا، يشارك في البطولات المحلية والوطنية ويحرز الميداليات، معناه ينال الميداليات، يحصل على الميداليات. يحرز هي ينال، ينال الميداليات. الشاقي لدينا واصل. وهذا النجاح كان سببه حبه للجيدو والصبر على التدرب الشاقي، التدرب الشاقي، التدرب الصعب، التدرب المتعب. الشاقي هو المتعب أو الصعب. نواصل البناء اللغوي. أسند الجملة إلى ضمير أنتما. لدينا هو، هو يشارك في البطولات ويحرز الميداليات. أنتما، أحسنتم، تشاركان في البطولات و جيد تحرزان، أنتما تحرزان الميداليات. أنتما تشاركان في البطولات وتحرزان الميداليات. نواصل. استخرج من النص فعل فعلا مضارعا. نبحث فعل مضارع.
وليد تلميذ في القسم الثالث الابتدائي يمارس أحسنتم يمارس فعل مضارع يمارس رياضة جيدو منذ كان عمره 6 سنوات وبمرور السنوات أصبح وليد بطلا قويا يشارك فعل مضارع نكتفي بهذا الاثنين نكتب فعل مضارع يمارس مطلوب إلا فعل مضارع واحد نحن نستخرج اثنين يشارك من أخوات كان أخوات كان لدينا كان أصبح ليس نبحث عن كان أصبح ليس صار وليد تلميذ في القسم الثالث ابتدائي يمارس رياضة جيدو منذ كان عمره 6 سنوات وبمرور السنوات أصبح نكتفي بهذا الاثنين كان من أخوات كان وأصبح كذلك من أخوات كان نكتب كان لدينا أصبح أخوات كان ثالثا جمع مؤنث سالما جمع مؤنث سالم مثل طبيبات معلمات نبحث إن كان مكتوب من هذا الشكل وليد تلميذ في القسم الثالث الابتدائي يمارس رياضة الجيدو منذ كان عمره 6 سنوات وبمرور السنوات سنوات ليس جمع مؤنث سالم أصبح وليد بطلا قويا يشارك في جيد البطولات جمع مؤنث سالم ويت بالأزرق المحلية والوطنية ويحرز الميداليات هي كذلك جمع مؤنث سالم ميدالية ميداليات بطولة بطولات نكتفي بهذا الاثنين نكتب البطولات لدينا الميداليات أخيرا أكمل باسم موصول مناسب لكل جملة أسماء الموصولة لدينا الذي التي الذين اللواتي واللذان الرياضة مفرد مؤنث التي أفضلها هي السباحة الرياضة التي أفضلها هي السباحة جاء فازوا في السباق جمع جاء جيد الذين فازوا في السباق الرياضة التي أفضلها هي السباحة وهكذا انتهينا من الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم.